عيوب القلب القلبي. الطفل الازرق ده بيجي لك حالات كتير منه؟ ودي انا بقول ده بالوسائل التعليميه لدكاتره الاطفال التحويل بقى اعلى من قبل كده، يعني مقارنه من 30 سنه ولا 25 سنه كان الدكتور الاطفال بيحول وخري، دلوقتي بيحول لنا في اول ايام العمر، ودي بتيسر لنا سبل العلاج بدري. كل ما الطفل يتحول بدري في اول ايام من العمر ما يتشخص مظبوط بنقدر نعالجه مظبوط، يعني سواء جراحي او بالوسائل التشخيصيه والعلاجيه. السرير هنا احنا عندنا هنا 13 سرير ما بعد الجراحات، وعندنا 6 سراير ما بعد القسطره. ده كافي؟ وده كافي، ده كافي، عاوزين زياده بس ده كافي للمكان بتاعنا. احنا مكاننا الحمد لله بنسعى بيه للجوده، يعني مش عدد بس، لازم الخدمة المتميزة. المكان بتاعنا حاصل على شهادة الجودة. عندكش طوابير انتظار؟ عندنا طوابير انتظار. أمال بتقولي كافي ازاي؟ كافي ان انا 13 سرير بامكانياتنا دي ما اقدرش اعليها دلوقتي، عاوزه ابص لها بعد كام سنه اعليها. طوابير الانتظار قد ايه؟ في الجراحات تقريبا احنا عندنا 300 ل 400 عيان منتظرين الجراحات بتاعتهم. ودي ممكن يأثر عليهم الانتظار ده؟ طبعا، احنا ساعات بنكلم الاهل نلاقي الطفل توفى عشان طوابير الانتظار. عشان انا بقول لحضرتك ال 300 وال 400 دول اطفال يتوفوا في اثناء الانتظار؟ طبعا طبعا، يعني نايب يعني بساله ايه الاخبار العيانين اللي عندك، يقول لي ده انا كلمت لسه الاسبوع اللي فات عيان منهم توفى. طب انا عشان اتلافى موضوع طوابير الانتظار ده اعمل ايه؟ محتاجه كام سرير جنب ال 13؟ احنا عاوزين مستشفى ثانيه لقلب الاطفال. كويس. احنا عاوزين حقيقي مستشفى عشان احنا متميزين بكل القدرات حقيقي، عاوزين مستشفى. انا ما حدش بيتكلم عن التميز دلوقتي، انا بتكلم على الحاله. ما هي الحاجه ان احنا عاوزين يعني عشان 13 سرير وما زال عندك 400 طفل في قائمة الانتظار، احنا في مأساة؟ طبعا. عندك 400 طفل والناس بتموت في اثناء اللقاء من الانتظار. الحل يعني ان عشان اقدر اوفي حق الاطفال دول في العلاج، محتاج كام سرير جنب ال 13؟ انا متخيله احنا عاوزين حقيقي 20 80 سرير. تكلفه السرير في الحالات بتاعتك كام؟ تكلفه السرير كتير من المتبرعين يجي يسالني السؤال ده. هو اي طفل بيخش مستشفى ابو ريش مدعوم من التامين الصحي. التامين الصحي ما بيغطيليش التكلفه بتاعت العيان. بنسبه قد ايه بيتغطيه؟ بنسبه 2% عشان هي مغطيه جراحه وما بعد الجراحات. ما بعد الجراحات ديت العيان ممكن يقعد لي متوسط يعني الاقامه في الرعايه تقريبا اسبوع لغايه ما يعني معدلها تقريبا 15,000 السرير. العيان بيتكلف 15,000 سنويا؟ نو، كل عيان بيتكلف 15,000 جنيه لغايه ما يخرج من من عندنا. النهارده انا لما اقول مثلا انا عايز اجيب لك سرير هنا في الوحده مثلا، يكلف المتبرع قد ايه؟ ما انا بقول لحضرتك السرير بعيانه بيتكلف لغايه ما يخرج العيان ده تقريبا 15,000 جنيه. يعني السرير، هو السرير ده عباره عن ايه؟ هو سرير اقامه وملاحظه العيان والادويه بتاعت العيان وتمريض. مش معمول له متوسط تكلفه سنويه؟ السرير بيكلف المستشفى كذا؟ لا احنا مش عاملينها. احنا عاملينها، ما انا بقول لحضرتك احنا عاملينها عشان زي ما الاداره اكيد يعني اتحدثت مع حضرتك، احنا قائمين بالتبرعات. الاساسي قائمين بالتبرعات. وايه بقى التبرعات؟ مستوى التبرعات ايه؟ هل في تبرعات فعليه؟ عينيه. العينيه وماديه. الماديه دي بتخش في لجنه الزكاه اللي هي تبع المستشفى، وبناخد منها لمستهلكاتنا. مستهلكاتنا زي ما قلت ادويتنا اللي هي بتنشط القلب، دي تكلفتها عاليه جدا. يعني الدواء ممكن الحقنة الواحدة بتتراوح من 350 ل 450 جنيه لكل دواء، فده تكلفة للعيان عالية. أنا بقول العيان ده عشان ياخد خدمة متميزة لازم التمريض بتاعه يبقى متميز. الحمد لله احنا عندنا تمريض على مستوى عالي، بس العدد لا يكفي، فبنجيب من بره ناس ندربهم وبيبقى بنعلى بمستواهم عشان نأدي المهمة بتاعتنا إن هي تكفي العيان بجودة عالية. أنا بقول الجودة العالية في عياننا اللي بالعيوب القلب الخلقية دي حاجة مهمة جدا، مش عدد يعني زيادة، لازم أطلعه بتشخيص مظبوط بمتابعة مظبوط. والحمد لله إحنا يعني متابعين عياننا
على مدار سنين عندنا عيادة ما بعد الجراحات، عندنا 1200 عيان من 2005 متابعين بصورة منتظمة مع دكاترة أكفاء على كل المستويات، والعيانين حقيقي ملتزمين بالمتابعة عشان شايفين قد إيه العناية في المكان ده. هل أمراض القلب الأطفال في ازدياد؟ في ازدياد، عشان هي التشخيص بقى وسيلة أفضل بكل المقاييس، سواء بقى بالموجات فوق الصوتية على القلب، سواء بالوسائل التشخيصية القسطرة أو الأشعاعات، فوسائل التشخيص زادت. مؤشراتك بتقولي، بتقول الصعيد بيجلب أو بيزيد فيه معدلات إصابة القلب ولا بحري؟ زواج الأقارب في الصعيد عالي جدا، احنا بنقوم بقوافل طبية لقنا والأقصر. أنا بقول يعني أكثر العيوب القلب الخلقية المعقدة بشوفها في زواج الأقارب. زواج الأقارب طبعا من حاجات الأهم حاجة عندنا في مصر، زواج الأقارب من حاجات اللي هي المهمة. يعني 13 سرير لكن هناك قائمة انتظار من 400 طفل، والبعض يموت أثناء الانتظار.